ونركز نركز التحدي اليوم غادي يكون تحدي الغني ضد الفقير وغادي يكون ما بين رايان وسعد وش الدراري. ولكن شنو اللي مختلف في التحدي هو انه غادي يكون ما بين الجيمرز وغادي نشوفوا شكون اللي عنده احسن سيتاب واش فقير ولا غني. المهم الدراري دابا بلا كثر الهضره غادي نجيب رايان وسعد وش باش نقول لهم البلان شنو هو. وغادي نرونوها وغادي نرونوها ورا غادي تموت وراك غادي تموت. تخيلوا معايا الدراري حنا راه الله جينا من الحمام الدراري وانا راه بغيت نسخف ولكن بغيت نعرف هادو كيفاش عندهم الطاقه هذه كامل وصافي وصافي وقويتي. المهم الدراري اليوم عندي لكم صراحه واحد الفكره اللي هربانه ديال بصح فكره حمقى ديال بصح فكره مصطيه ديال بصح. تخيلوا معايا اليوم واحد فيكم غادي يعيش غني وواحد غادي يعيش فقير ولكن غادي يكون جيمر وانا غادي يكون جيمر. غنشوفوا السيتاب ديالو كيفاش كيدوز النهار ديالو يعني هذاك اللي غادي يكون فقير كيفاش غيكون السيتاب ديالو الله الله اعلم. يعني هذا اللي غادي تجي فيه اليوم بانه يكون غني بالسيتاب اللي عندنا في الدار غادي يدوز يوم ملك بالروجو خصوصا هاد راين هذا حيت سعدوش اخوتي ما كيخليش يلعب فيه. يا ربي يا ربي اخر مره ديك سانتوس صاحبي كان كيدخل كان كيرول لي باش يخليه يتخلص وكيهرس كلشي. يا صاحبي دابا عاد شنو غادي ديروا؟ غادي تلعبوا نتوما الجوج زين بومباح واللي ربح فيكم هو اللي غادي يكون غني. او زين بومباح وا وا ويلي علي رايان علي علي رايان علي ناري ناري رايان فرحان. عندك تموت عندك تموت عندك تموت اصاحبي. المهم سعدوش انت اليوم غادي دوز شوف شوف هذا هو التحدي ديال اليوم والجائزه بطبيعه الحال في الاخر ديال الفيديو راه غادي يشدها واحد فيكم اللي غادي يدوز بداك الشيء نهار كامل ونشوفوا السيتاب ديالو يكون هربان. صافي راه صف صف ها هو غيمو زيد زيد خاص السيتاب ديالك سير سير. ها انتم العشرين كما كتشوفوا عندنا هنا الجيمر الغني ويلي ويلي. شوفوا اخوتي السوري كيفاش دايره. هاد السوري هادي اخوتي راه دايره 3000 درهم اما هاد الكلافي هادي راه دايرها 700 درهم وهاد الكاسك 800 درهم والله الا سعدات عايش الحياه. شوف الكرسي جيمر عاوتاني داك الشيء هربان الدراري وكما كتشوفوا راه عنده ثلاثه ديال لي زيكرون. انا نوريكم الاولى فين هي. الاولى هي كما كتشوفوا الدراري لاعب فيها جي تي اي 5 هادي كاينه هنايا داير فيها غاس سبوتيفاي الا بغيت تمزك كما كتشوفوا كيتمزك البوقال ويلي ويلي. وعنده البي عندك بي اس كارد ويلي ويلي. شوف اش كيدير هذا اش شو كيضرب بنادم مع شي سلاح ديال اللعاب شاد شي كيضربو بالضو ناري ناري والله تنصطي ولا كرون الثالثة الدراري. ها انتوما كما كتشوفوا ها هي هنا اخوتي كاين هذا البيسي هذا كيجاوب فيه غير على الواتساب ولا شي لعيبه وكيسدو فهمت شنو هو البلان حيت هو غني ويلي ويلي هذا قتلوك قتلوك والضرب شوف شوف والله الا انت مصطي وعندي مسلحة قولي هذاك السلاح ديال اش بعدا ما عرفتش انا ديال المخلوقات الارضيه الغريبه الفضائيه الجهموميه. المهم راين ياك ما خاصكش لعيبه شي حاجه انت غني اي لعيبه بغيتي نجيبها سلحام جيب لي معاك شي حاجه نجيب لك شي حاجه. واه المهم خوتي دابا عرفت شندير غنمشي نتسخر راين ولكن قبل خصنا نمشيو نشوفوا سعدو شنو كيدير الدراري. ها انتم الدراري كما كتشوفوا السي سعدو راه معصب ديال بصح حيت اليوم غادي يدوز النهار كامل هو فقير ولكن الدراري جيمر كيفاش غادي يدير ليها الله اعلم. واش عرفتي راين بعدا على سيتاب عنده ترى داك الشيء يساوي زبابي وعندو بيسي جيمر كيدخل يجاوب فيه غير في واتساب وانستغرام واه 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 واه. دابا قول لي شنو غادي دير؟ ما عندك لا فكره لا تي شي لعيب شي حاجه؟ والله ما عندي شي حاجه ولكن غنقد احسن سيتاب بصيرو ديري من والو. واش متاكد انك غادي دير سيتاب بوكر؟ ناري ناري. وفين غادي ديرو؟ انا بان لي ديرو عندك شي بان نقول لك بان لي انك ديرو في هذه البلاصه هذه والله حتى غادي يكون سيتاب هربان. المهم انا عرفت شنو غادي ندير راه رايان تسخرني باش انا نجيب ليه شي حاجه من المحل سو غادي نمشي نتسخر باش نجيب ليه ما ياكل حيت هو غني. اما انت دبر راسك انت راه غادي نصورك وصافي فهمتي. المهم توجد السيتاب ديالك فاش رجع لقى كلشي ما كاين لا ماكل دبر. انا مالي انا مالي انا مالي ياك ما خاصك شي حاجه انا مالي. ها انتم الدراري كما كتشوفوا دابا جينا عند مول الحانوت باش ناخذوا الراين داكشي اللي بغا. اول حاجه غنمشيو ليه الثلاجه اللي فيها المشروبات ويلي ويلي. شنو غادي نديو ليه اخوتي؟ كيبان لي غنديو ليه شي درينك انرجي الدراري باش انه تكون عنده الطاقه باش يلعب وداكشي. تبان لكم الدراري ندير لهم مناضه ولا عرفتش ندير ندير ليه دريك انرجي حيت عزيزه عليه ديال بصح. وغادي نسدو دابا الثلاجه ونمشيو بلاصه اخرى. وهنايا كما كتشوفوا كاين الثلاجه اللي فيها دانونات وداكشي سو عرفتي شنو غادي ندير الدراري؟ غادي ندي ليه واقيله عصير. ها هو عصير ديال الفريز الدراري عزيز عليه ديال بصح ونزيدوه شي دانون. واش بان لكم الدراري شي دانون ولا راي؟ نديو ليه راي ولكن انا ديت ليه هذا ديجا عرفت شنو ندير الدراري؟ غادي ندي ليه دانون تاع الكراميل الدراري هو اللي عزيز عليه ديال بصح. صافي كيبان لي الدراري بلا ما نزيد ندير ليه شي حاجه من هنا تيكون باغي يتعشى ولا شي حاجه عاد نزيد. بان لي الدراري بلي هنا كاينين بزاف ديال انواع البيموت سو غادي ندي ليه ضروري شي واحد انا واحد غندي ليه هذا الدراري. واحد كنت كناكلو فاش كنت صغير بحال هذا كان هربان. المهم جربوا هذا الا عجبو الدراري راه مزيان ما عجبوش يضرب راسو مع الحال. والله الدراري تهضر يا سعدات وقسم بالله كل شويه خوتي كيلعب شي
ديما الدريان نتوما كيما كتشوفوا كيلعب فور جايز وراين عطينا شويه من وقتك اصاحبي واه شويه صاحبي نوريك شنو جبنا لك ها انت راه جبت لك كاع داكشي اللي عجب عليك ويلي ويلي ومن الحانوت راه زادك واحد الكادو عطاك عرفتي شنو عطاك هاد اللعيبه هادي ديال الهابي مي فابور هادي هادي في سبيل الله عطاها لي ها انت راه كاين داك الدرينك انرجي اللي عزيز عليك شوف نفتح ليك ويلي والله اخوتي حتى ضربني خدام عنده ديال بصح ويلي ويلي سعداتك الدارين الليلة انت عايش عندك تفرقه اه اش علاش كتنخدها حيت عندكم الخدامه سعد ريان دير عقلك اصاحبي شو هو خواها ها هو والله تمسطي هذا قسما بالله واه مشكل المهم انا جبت لك عصيري وجبت لك دانون اللي عزيز عليك والدرايان وجبت لك عاوتاني حتى هاد البيمو هذا جربوه الا عجبك مع عصير ديالك هذا اييه علاش ما بغيتيش عطيتي لي حيت انا خدام عندك ويلي ويلي والله الا احسن راي في العالم الدراري كتخدم معاه واخا هكا كيعطيك المهم دابا اخوتي غنمشي نقلب على سعدوش فين كاينك ما جا عندك كل شيء ما شتي كاع عرفت شادير قصار لي يا سيدي مع راسك واحد شويه راه غادي يرجع عندك زايا اش كيجري عليا الدراري والله ما بلان ما والو بالله ومن الصباح اصاحبي كنقلب عليك قول لي فيك انت يا صاحبي من الصباح وانا في شمال اش كدير ماشي كنقلب اصاحبي على السيطاب جبتها صاحبي من الزباله اه باش مشيتي غتجمع السيطاب من الزباله ودرت كاع البركاسات اللي كاينين هنا واش كاينين في حي السلام كامل درتي والله اخوتي حتى هاد سعد واش هذا والله تمسطي قول لي تلاقيتي بعدا شي حاجه قديتي بها السيطاب اخوي دابا شويه نمشيو نشوف السيطاب ديالك يلا قديت شي حاجه وعاود دابا خرج اه انت والله الا ناضيتي باش كيعجبك واخيرا اخوتي غادي نشوفوا اغلى سيطاب في العالم وي هذا هو اغلى سيطاب في العالم تبارك الله المهم الدراري كما كتشوفوا اول حاجه عندنا شنو هي عند سعدوش هي الكاسك انا نشوف هذاك الكاسك ويلي ويلي كما كتشوفوا الكاسك ريزر هو بالروج ولا مارك ياك ولكن الدراري كيبان لي بلي ما فيهش ديك اللعيبه ديال البونج وكذا ولكن ياك خدامك بهذاك واش كاين في مدره نسينا في تركيا هذه وانت شديتي السيطاب ديالي يعني انا اللي عندي سيطاب الفقراء ماشي انت دير الكاسك نشوف كيفاش يجي معك ويلي ويلي وتما بقى دوي مع الناس في الطياره وداكشي ها انتم الدراري كما شوفوا هنا فين كاين السيطاب الدراري اول حاجه الدراري عندنا ستاند ديال الميكروفون الدراري وما فيهاش ميكروفون فين هو الميكروفون واش انت دابا صح ليا واش انت ستريمر ولا شنو كاين واش انت ستريمر ويلي 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 المهم كما كتشوفوا ستاند اخوتي معوجه ومصد ديال الدراري ولكن واخا هكا قاديه لي غارات وكما كتشوفوا هنا عندنا اغلى كلافي في العالم شحال داير الثمن ديال هذا الكلافي هذا بلا ما تكذب علينا برو شحال ست المليون سبع تقريبا هي هذيك ها جنب كيما كتشوف اخوتي راه مستيكي ديال بصح فيها اخوتي هنا واحد العنكبوت الدراري مربي مسكين شحال عمره سنين ما كيخرج الله يبقى فيه وانتم الدراري كيما كتشوفوا هنا كاين الطابي هذه راه فيها الكولور ولكن الكولور ما بقاش بقات غير الطابي ها انتم كيما كتشوفوا الكولور راه تقطع منه شي شويه كيما كتشوفوا هنا كاينه سوري عاوتاني ناضي هادشي بالرجل كيما كتشوفوا عنده قراءه الماء فاش كيكون ستريمي وكيشحف وداكشي كيشرب منه فهمت هو السيطاب ها هو راه السيطاب في الدراري كيما كتشوفوا هنا كاينه هاد اللعيبه هادي ديال اش هادي قول لي السوري القديمه بلوتوث هادي السوري بلوتوث وكيما كتشوفوا هنا كاينه اخوتي هاد اللعيبه هادي شنو كيسميوها سعد الله الا نسيت عليها قسم الرينغ لايت ها انتم كيما كتشوفوا اخوتي الرينغ لايت هنا الدراري فاش كيكون ستريمي وكذا الكاميرا كيما كتشوفوا اولترا فور كدراري راه دايره بيد درهم واخا تشوفوها دايره بحال هكا وكيما كتشوفوا هنا كاينه التلفازه واو مال التلفازه هادي مرسات هادشي اللي بغيت نعرف انا وقت ستريمر صافي فهمت وانا نضرب ناري هاد انت ستريمر موتا صافي 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 برد 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 شو هالرصيطه ها انت هرستي الصيطه عاد شنو غادي دير قادو ياك وجيب التليفون وحطو تما وبدا التقصار ديالك فهمتي انا نمشي نضرب واحد الطليله عند راين صافي زاهي يا خوتي كنت جاي خوتي عند راين حتى كنسمع الصداع وكيضرب في هادشي مالك صاحبي مالك شنو قال لك تقر عليا الويفي شكون يتقر عليك الويفي داك داك مسيطا فقير ناري ناري دابا شنو غادي دير ما تقولش غتمشي عنده ياك ما غادي دابز معاه ولا شهر لا ما غاديش غادي غدوي معاه يلا نمشي معاك للطرين يلا غير غادي تستريمر هذا قول لي دابا انت راين كنتي خدام بالويفي وهو يتقال عليك تقلتي عليه الويفي وداك هو شوف هو الجار ديالك وعطيك الويفي وكذا باش انت تكونيكتا وانت شوف شنو درتي ليها صافي واه واه وانت تاع ستريم وانت تاع ستريم بلا ما تقولها لي ما تقلتوش يا صاحبي شوف شوف سيركريس اسمع هضرتو اسمع راه هو الغني خصك تسمع هضرتو شوف ناري كان السيطاب ناري هما الدبزو عاوتاني يا ودي دابا فين هو الكارد كور ديالك الغني والغني سعد راه غادي تقتلو راه غادي اطلقو شوف سعد غادي تقتلو عرفتي شدي راه راهي سير سير بين لي في السيطا انا نشدك سعد يلا جلس لمك هنا جلس لمك هنا شو كيدير ليه والله تهرس ليه السيطا بالله لا واه 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 نير شو غينزل على امك دابا انت اللي بقيتي له صافي راهي صافي 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 برد
صافي وصافي ويلي ويلي شو كي رد هنا خوتي واش قال هرس ليه التليفون ديالو اه شو راه غادي يضربك اه وسعد والله حتى مشكله مع هاد الجيمر هادو بالله سعد سعد وصافي صافي وصافي صافي وبركه واهي راه غنعيط لامك البوليس غنقول لهم تهجم على ممتلكات الغير يلا ريح امو ريح تصحاب لك غاني صحاب لك واش عندك الدنيا واللي فيها صافي راه نبرد برد خوتي كما كتشوفوا اليوم صراحه كانوا السيتاب ديالهم بجوجهم زوينين وكنت باغي صراحه نعطيهم جائزه شوف هذا بعدا كيولا ولكن ما غاديش نعطيها لهم على حيت في الاخر دابزو راهي بركه بركه صافي وصافي ما كاين لا جائزه لا والو حيت في الاخر دابزو شو ها ما عاودتي هاو سعد سعد الله يرحم لكم الله يرحم لكم الوالدين المهم عشان كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انا معكم واحد تافونا فعلو باش يوصلكم هاو ما باقي البدايه بزيرو كيديروا مع الفيديو المهم الدراري كنبغيكم كاملين نتلاقاو في فيديو جديد تفارقوا هادو بيس